ديال الدراهم. ملي في الروم 10 دراهم. فلفلة 12. الخيار السوق ماشي طيح دابا جبنا الكواوي شي ما شعطون ولادنا وشني ما شندخلوا كلشي خاسر لا الخضاره ولا الناس اللي كيشري. ايوا هذا المنكر هذا عمرنا ما شفناه في هذا الشيء. هذا عشنا هذه 70 عام ولا عمرنا عرفنا هذا المنظر. هذا المنكر هذا كلشي غالي. ها 7 دراهم ماشي شو تاهي كلشي غالي كلشي طلع من الربيع من النعناع من كلشي. كما مشى مشى الساعة نقطع الطريق والناس كيغوتوا اللي عندهم منظمة اللي ما عنده شيء. راه ناس مسكين تتفن. ها يا خاوية هادشي هذا كيخصو يكون رسمي ما يكونش موسمي. رمضان عاد غنبقاو هادي وهاد المراقبه خصها تكون يعني من الجدريه من 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 من, من الاول ديالها. ماشي تيجي رمضان ولا يجي شي جفاف ولا شي حاجه. لا نراقبوا الاسعار. اللحم 100 درهم 11 فرق دابا ما كاين لا عمو ولا عمه. مشي دابا للسوق ديال مشي دابا لحوان الجزاره اللحم 100 درهم 11 فرق. هذه مراقبه حتى شهر رمضان عاد يقول لك حنا غنراقبوا. في كانوا هاد الناس حنا الخير في بلادنا موجود كاين. شنو الاسباب باش هادشي وقع؟ بالنسبه لي انا ساكنه في طنجه. التخفيض اللي قالوا الحكومه ما كاين حتى شي تخفيض. البصله بالعكس عاد زادت 3 دراهم. المواد الغذائيه كلشي تزاد يعني ما كاينش شي تخفيض. شحال كتكسب البطاطا؟ البطاطا 7 دراهم 8 دراهم. مطيشه واصله حتى 9 دراهم. البصله 10 دراهم. الخضره الاخرى لا حي ولا حرج كلشي زايد يعني ما كاينش شي تخفيض. ما كاينش شي تخفيض كاع بتاتا. ديك الهضره اللي كتقال ما كاينش حتى شي حاجه. انا حنا كنا متوقعين بان سمعنا البارح بان راه غتنخش شي شويه. بالعكس زدنا حنا لقينا تزاد 30% يعني ما كاينش تخفيض كاع بتاتا. مواطن مدينه طنجه كيبغي يبدي الراي ديالو هذا الخضم ديال ارتفاع الاسعار اللي هو غير مبرر واللي ما كيتماشاش مع المستوى المعيشي ديال الاسر المغربيه، خصوصا انها خرجت من واحد الظرفيه جد قاسيه اللي هي كتمثل في كوفيد فقدان الناس الاعمال ديالهم. وبالتالي كنبغيو غير من هذه الحكومه انها تعطينا غير اجوبه شافيه وتخرج تواصل مع المواطن لعل وعسى انها تقدر تقنعو علاش هادشي طلع بهاد الدرجه هادي. كنشوفو حنايا في الخضم اللي كان الغازوال كيعمل 18 دراهم، كنا كناخدو الطاطا ولا المواد الاساسيه ب 4 دراهم بالمساويات الطبيعيه ديالها. دابا كناخدو الغازوال اللي هو كمبرر اساسي بالنسبه للحكومه انه وصل 14 ديال الدراهم ومع انه خصو يكون اقل من هادشي. وكنلاحظوا بان الخضر كتبرد بمستوى ديال بروده الطقس كان المغرب ما عمره الطقس جات فيه. حكومه قالوا عينك تصلنا من الخضره وباقا هي هي السوق غالي. شنو هادشي بزاف علينا كلشي غالي. الله يا ودي نقصوا لنا شويه شو عدلوا لنا هادشي هذا باش نبقاو نجيو نديو حنا السخيره. الدرويش ما يعيش بزاف علينا. الله يا ودي بطاطا 8 ستيتوا مره 7 كاينه 12 دراهم. طوماطيش 10 بصله 10 بزاف هادشي هذا بزاف. درويش ما يعيش ما ياكلش بزاف. 100 درهم ما كتمنى دابا حتى شي حاجه فين هي ما كندخلوا بها والو. هذا راه الزيت راه البوطه راه هادي راه بزاف علينا. ورمضان ما جي ما ناكلوش حتى دابا وصايمين بحال اللي رمضان. وعاش الملك عائشه الملك عائشه محمد السادس. الحكومه فاشله
الحكومه قال لك غادي تطيح من الاسعار ديال الخضروات، باقي هذيك ما زولوا منا والو حتى شي حاجه. البطاطا 10 دراهم ديتها ب 8 دراهم، مطيشه 8 دراهم، البصل 12 دراهم، اللوبيا خضراء 30 درهم، عمرها ما وصلتنا في المغرب 30 درهم، الجلبانه 15 دراهم. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. الله على الدراوش بزاف. العم مراه كتقول لها باكيه بيضات 4200، كيجيها الخوف كتسمح لك فيها، كتسمح لك فيها. هذا راه المنكر، هذا اللهم هذا منكر. الغلا بزاف، الغلا بزاف، قهر الدراوش. الله يلطف بينا وصافي، هذا بلا منكر هذا. امين. وتيتقام علينا حنا 123 124 جمله، كنبيعو 130 فرانك، هذا راه المنكر. هذا كنا كنبيعو 3 دراهم في البلاطو، دابا راه بالعدل مهرس وبالعدل هذاك، راه هو ما كدي والو دابا هاد البركه، مابقاش فيه الربح، الربح مشى بحالو مع موليه. الربح كان شحال هادي، ما دابا ما بقى بو ربح. دابا مولي الفيرمات هما اللي كيربحوا، اللي كيبيعوا الجمالة هما اللي كيربحوا، حنا ما بقيناش كنربحوا، بقينا نديو والو معاهم. امبارح قالوا لنا الاخبار طيحت البطاطا، اليوم ما طيحتش، وديتها 8 دراهم، اليوم ديتها ب 8 دراهم. الطوماطيش اللي طاحت، البصله زادت ارتفعت، القرع زادت ارتفعت، البصل 10 دراهم ديتها، وماشي بصله، البصله البصله اللي هي ساويه راه معروفه شنو ساويه. والو الله يحسن العون. انا ما عنديش دراري، واللي عنده دراري مسكين مش يعمل، ما هذا منكر، هذا ما خص الانسان يخمم من هذا الشعب ومن هذا ديك. كيبقاو هما مسؤولين. البارح جاو في الاخبار كيقولوا لنا شي نقص وشي هذاك، الوزير قال لك دخلت اللحم، اللحم اليوم ما جبرتهاش، كندير اللحم دراس حيت ب 40 درهم، اليوم ما جبرتهاش، ما كايناش. البطاطا هي هذيك جيت مبني ما كذا باش نطيح درهم، زيت عليا المركوب. ايوا وشكرا للمسؤولين اللي ما كيخموش فينا. الاخوان الله يجازيكم بالخبز، لجنة مراقبة الميزان جينا السوق هذا، شحال مرة كتشري الحاجة كنجبرها ناقصة، مرة كنجبر شريت 2 كيلو البصل جبر فيه كيلو 700، شريت كيلو الحوت جبرته ناقص. الله يجازيكم بخير، بحال اللي كنقبل بلاصة السوق دبارة، كنكونتروليش الميزان كيدور في السوق. راه إلا ما نقصوش الفلاح، راه هاد الخضر ما تنقصش مرة، الفلاح اللي كايلها، راه إلا ما نقصوش الفلاح الملحة والغبار والعلف، راه ما تنقص حتى حاجه، راه ما عادش يخربقوا. ما عطيش راه الفلاح، ما عطيش راه مات في لاصير. الفلاح هو اللي كاين، الكسيبه سمح فيها الفلاح. شي الكسيبه سمح فيها الفلاح، مناش طلع العام غالي؟ حيت الكسيبه ما كاين ما تاكل، حيت الكسيبه غاليه. الفلاح راه سمح فيها الفلاح، الفلاح سمح فيها. راه إلا ما نقصوش الفلاح من الملح ومن الغبار ومن العلف، راه ما تنقص حتى حاجه، راه ما عادش يخربقوا. هادشي راه ديال الفلاح، ماشي ديال الملك ولا ديال شي واحد ولا ديال خنوش ولا هادشي ديال الفلاح. الا ما نقصوش الفلاح من المازوط، المازوط هو اللي قاتل هاد الفلاحه، والفلاح راه سمح في الكسيبه، الفلاح راه سمح في الفلاحه وسمح في كل شيء باش غلى هادشي هذا كله. صافي شنو هي